نحن هنا جئنا كوفد مقدسي من شخصيات مقدسية بالإضافة لحد جان الأمور وشخصيات دينية للإطلاع على حقيقة الوضع في مدرسة دار اليتيم العربي. هناك أقاويل بأن هناك كان هناك 11 ورشة للتعليم تم اختزالها إلى 3 ورشات، وهناك نقص في المعلمين، وهناك دعوات لترحيل الطلبة من هذه المدرسة إلى مدارس أخرى بمعنى تفريقها. والحديث يدور على أن الجهات تعمل على أن يكون هناك مشاريع استثمارية للمنفعة الخاصة على حساب هذه المدرسة، وهي المدرسة الصناعية الوحيدة في مدينة القدس. ولذلك نحن نقول بشكل واضح أن علينا أن نحافظ على هذه المدرسة التي هي كانت صرح تعليمي وقلعة من القلاع الموجودة في مدينة القدس، وهي محط أطماع واستهداف الجهات الاستيطانية القريبة من هذه المدرسة في إطار محاولة السيطرة والسيادة عليها. طبعاً فيما يتعلق بموضوع اليتيم العربي، نحن كأولياء أمور، نحن كأولياء أمور نحمل كل ما هو من هو مسؤول في جمعية اليتيم العربي أو شركة اليتيم العربي ما يجري في المدرسة، ومن حيث سلامة وأمن طلاب مدارس مدرسة اليتيم العربي. اجينا اليوم ولنزور مدرسة اليتيم العربي بعد كل اللي صار فيها من تخاذلات وتنازلات ومحاولات لتمريرها وسحبها من أيدينا المقدسية لجيوب الاحتلال. اجينا هون نكتشف انهم مستأجرين حراس جدد مغلقين الأبواب، بمنعونا ندخل، بمنع أي حدا يقابلنا، ومسكرين المدرسة. احنا هون بنطالب اهل القدس، هاي مدرسة اليتيم العربي، صرح مقدسي فلسطيني قديم، عمر هاي المدرسة اكبر من عمر الاحتلال. بتمنى من كل اهل القدس انهم يوقفوا مع هاي المدرسة ويعيدوها لصرحها الشامخ لاهل القدس، لحتى تخدم ابنائنا المقدسيين. فيها صنايعيين وحرفيين، الغوا كتير ورشات، صار في اختلاس مالي، المؤسسة عمالها المدرسة الجمعية عمالها راح تسكر ويتم تمريرها لشركة تابعة للهايتك الاحتلالي.